رفيق الحريري حمل بلد بدمه، مش كتير علينا نحميه بأصواتنا. ما في حدا انظلم من البلد قدي. تحية طيبة، انها 7:30 بتوقيت بيروت. نحييكم الى مسائية المستقبل ونبدأها بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير مشاهدينا الكرام، والى عناوين النشرة. And that we are on the right track. الحريري: هناك اجماع لبناني على الحاجة الى التكيف المالي، ونحمل الى مؤتمر الساد رؤية شاملة للاستقرار. صوتوا لتيار المستقبل، يبقى الصوت السني المعتدل. الاستعدادات الانتخابية على نار حامية، والمشنوق يعلن من بعبدة أن 70% من تحضيراتها قد أنجزت. أردوغان يتوعد الوحدات الكردية بعد انفجار عفرين، والخارجية الأمريكية تبدي قلقها مما يجري في المدينة. كاميرا البناية فئتك مش مشاغب أو مخالف. بس ولا مرة هالكاميرا كمشت شبكة كانت وراء أعمال الشغب تخريب. أمنك الشخصي دي تعمل، بس أمن العام هو بيعمل. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام لنحسن الأمن وتطور الإدارة. أسبوع قبل أن يتبين خيط المرشحين الأبيض من خيوط اللوائح الملونة وخيوط التحالفات الرمادية حتى الاثنين المقبل طبعا تنتهي مهلة التسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية في هذا اليوم. الآن لم تسجل حتى هذه الساعة سوى 7 لوائح، فيما انسحب 7 مرشحين. أعداد المنسحبين يرجح أن ترتفع إلى العشرات، وكذلك قد يصل عدد اللوائح إلى أكثر من 60 في 15 دائرة انتخابية. وفيما يتواصل إعلان اللوائح وتتواصل مفاوضات التحالفات، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من القصر الجمهوري أن وزارته استطاعت في أقل من 2 شهر أن تقطع أكثر من 70% من التحضيرات للانتخابات النيابية. وطمأن المشنوق إلى أن التشنج السياسي الحاصل هو جزء من العملية الانتخابية ولا يفترض أن يستمر بعدها. وعلى خط موازن، يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التحضيرات لمؤتمري سادر وبروكسل 2 بعد روما 2. في هذا الإطار أكد أن حكومته لا تقدم إلى مؤتمر سادر خطة الاستثمار الاقتصادي فحسب، بل تقدم أيضا رؤية شاملة للاستقرار والاستثمار المستدام. وهذه الخطة هي طويلة الأمد وتهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل. كما أوضح أن هدف الحكومة في مؤتمر بروكسل 2 هو ضمان تمويل برنامج لبنان لمواجهة الأزمات بالشكل المناسب. كلام الرئيس الحريري ورد خلال اجتماع للهيئة التوجيهية العليا تحضيرا لمؤتمري سادر وبروكسل 2 بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وممثلين عن 45 دولة تشارك في المؤتمرين. تحضيرا لمؤتمري سادر في باريس وبروكسل 2، عقد في السراي الحكومي اجتماع الهيئة التوجيهية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور عدد من الوزراء وممثلين عن 45 دولة ومؤسسة دولية. الرئيس الحريري أكد أن هدف الحكومة في مؤتمر بروكسل 2 هو ضمان تمويل برنامج لبنان لمواجهة الأزمات بشكل مناسب. In spite of all the challenges we faced, I am pleased to confirm that we have upheld our commitments and that we are on the right track. We succeeded in stabilizing the country while continuing to host 1.5 million displaced Syrians. On December 5th, the Lebanese government, with all its components, committed to the policy of disassociation, which until now I cannot say it in French for some reason. This is today a collective responsibility. It is closely monitored by all state institutions to ensure it is executed to Lebanon's national interest in keeping the best relations with Arab countries and the international community at large. The success of this conference clearly indicates
how much Lebanon is doing its part to become a viable player in the stability of the region. الرئيس الحريري شدد على أن الحكومة اللبنانية لا تقدم إلى مؤتمر سادر خطة الاستثمار الاقتصادي فحسب، بل تقدم أيضا رؤية شاملة للاستقرار. The government of Lebanon is very grateful that the government of France is convening the SADR conference on April 6, 2018. SADR represents another important milestone to reaffirm the international community's commitment to Lebanon's economic stability and prosperity. Implementation of the government's vision for stabilization, growth, and employment is key to such reversal. Support from the international community on the occasion of SADR and Brussels II conferences should be clear and loud so as to give hope that the government's vision can indeed be implemented. رئيس مجلس الوزراء حذر من أن عدم مساعدة لبنان للتخفيف من عبء النزوح السوري سوف ينعكس سلبا ليس على لبنان فحسب بل على العالم بأسره. والتحضيرات للانتخابات النيابية اطلع عليها رئيس الجمهورية ميشيل عون من وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلن أن 70% منها قد أنجز. أجواء التحضيرات للانتخابات النيابية والأوضاع الأمنية والتطورات الداخلية والمواقف السياسية منها كانت محور البحث بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كما جرى التطرق إلى نتائج مؤتمر روما 2 ومسألة الاستراتيجية الدفاعية. الوزير المشنوق أكد أن وزارة الداخلية أنجزت 70% من التحضيرات للانتخابات، مشيرا إلى أن نتائجها ستحدد أحجام كل الأفرقة. يعني خلال أقل من شهرين قدرنا نقطع أكثر من 70% من التحضيرات للانتخابات، ومكفيين وإن شاء الله سواء بالداخل أو بالخارج، التعاون بالخارج مع وزارة الخارجية وبالداخل، فريق عمل وزارة الداخلية عم بيقوم بواجباته بأسرع وقت ممكن. كل تشنج سياسي الآن هو جزء من العملية الانتخابية، فما لازم نفترض أنه بعد الانتخابات هيستمر هذا التشنج السياسي. نتائج الانتخابات هي اللي حتحدد أحجام كل الناس المشاركين، وبالتالي ببين كل واحد شو قدرته وشو حجمه التمثيلي. أثبت المجتمع الدولي ضمانته وحمايته لاستقرار وأمن لبنان بعدة يعني بعدة مقررات صدرت بالبيان الختامي، أهم أنه اعتبار استقرار لبنان جزء من الاستقرار الدولي، واعتبار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي شركاء بالمعادلة الدولية بمواجهة الإرهاب. والأمر الثالث والجدي هو مسألة استراتيجية الدفاعية وتبني المجتمع الدولي لطرح فخامة الرئيس بالأسبوعين الماضيين واللي لقى استحسان كل الدول المشاركة اللي هي 41 دولة. وأمام وفد من بلدية رومي أكد الرئيس عون أن القانون الانتخابي الجديد سينظم حياة البلاد السياسية، ولفت إلى أنه قد يكون هناك بعض الإرباك بشأن القانون الجديد، وذلك لعدم معرفة الأطراف والأفراد أحجامهم الحقيقية، إلا أن هؤلاء سينتظمون لتصبح الخيارات بعد ذلك سياسية على أن يتم وضع الصوت التفضيلي لمن يفضله المواطنون على المستوى الشخصي. من دار الفتوى دعا الرئيس تمام سلام أبناء بيروت للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية للمحافظة على أصالة المدينة بعيدا عن تشرذمها. دعا الرئيس تمام سلام جميع اللبنانيين إلى عدم تفويت فرصة الانتخاب في 6 أيار، وخصوصا في بيروت التي حملت وما زالت تتحمل الأعباء الكبيرة كعاصمة وكمدينة عريقة بأهلها، للتأكيد أن بيروت ستبقى كذلك. وخلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى يرافقه نجله صائد، شدد سلام على ضرورة توحيد الصف بعيدا عن الشرذمة. أحذر من تلك الشرذمة، وأحذر من الذهاب إلى مكان تتبعثر فيه الأصوات ويتبعثر فيه القرار، ولا نحصد منه إلا المزيد من الضعف للمدينة ولأبنائها ولمكانتها.
وهذا قد يعطي فرصة لاختراقات من هنا وهنا على حساب المدينة. من هنا أدعو مجددا إلى توحيد الجهود وإلى محاولة صب كل قدراتنا في اتجاه واضح موحد لا يفرق، ومن هنا ربما تصح الدعوة لكل الطامحين ولكل المرشحين ولكل الذين يعني يسعون لتكوين تلك اللوائح إلى مراجعة الأمور وفعلا التصويب باتجاه ما يعود بالنفع لبيروت ولأهلها وللبلد، وليس بالضرورة لذات أو لشخص أو لمرجعية معينة. من هنا أنا نعم ضممت جهودي إلى جهود الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل لنخوض هذه الانتخابات سعيا وراء وحدة الصف ووحدة الكلمة، متطلعا إلى المستقبل وإلى الدور الذي يجب أن نلعبه في إطار نظامنا الديمقراطي. مفتي الجمهورية التقى أيضا المرشحة للانتخابات النيابية عن المقعد السني لدائرة بيروت الثانية رولا طاب الجارودي على رأس وفد بيروتي ومقاصدي، وجرى البحث في المواضيع العامة والاستحقاق النيابي بالإضافة إلى حقوق المرأة. ومن طرابلس دعا نائب محمد الصفدي الناخبين إلى التصويت لتيار المستقبل كي يبقى الصوت السني المعتدل وازنا وفاعلا. صوتوا لتيار المستقبل ليبقى الصوت السني المعتدل هو الوازن في مجلس النواب، دعوة للنائب محمد الصفدي توجه بها إلى فعاليات طرابلس والمنية والضنية خلال مأدبة غداء أقامها لمناسبة يوم المختار الوطني بحضور وزير العمل محمد كبارة، النائب سمير الجسر وشخصيات سياسية واجتماعية. دعوة الصفدي هذه جاءت بعد أن كان أعلن قبل نحو أسبوعين عزوفه عن الترشح للانتخابات وقراره بخوضها إلى جانب لائحة تيار المستقبل سياسيا ولوجستيا. صوتوا لتيار المستقبل ليبقى الصوت السني المعتدل. صوتوا لتيار المستقبل ليبقى الصوت السني المعتدل الذي يؤمن بلبنان العربي الحر المستقل هو الوازن في مجلس النواب. كي يبقى الصوت السني فاعلا مؤثرا تفاديا لجزمة أهل السنة وإقصائهم وإضعاف التعايش اللبناني جراء القانون الأعوج والمشوه الذي ستجري الانتخابات المقبلة على أساسه. إذ أجدد القول لكم وبقناعة تامة، انتخبوا المستقبل كي نبني معا مستقبلا أفضل لطرابلس والشمال ولبنان. ولمناسبة يوم المختار الوطني أكد الصفدي أهمية دور المخاتير في الحياة السياسية وفي شؤون المواطنين وفي توجيه خيارات الناخبين وترجيحها نحو الأفضل لبناء الوطن. ومن البقاع رد الأمين العام للتيار المستقبل أحمد الحريري على من حاول التهويل عليه بالقول الرئيس الشهيد تحدى بفكره ومشروعه حافظ وبشار الأسد. من جب جنين استهل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري جولة اليوم الثالث في البقاع برفقة مرشحي التيار زياد القادري ومحمد القرعاوي وأمين وهبي. الحريري تفقد معهد التنمية قبل أن يمر في بلدة لالة حيث استوقفه أهلها، ومن ثم انتقل إلى بلدة بعلول حيث حط في دارة رئيس اتحاد بلديات البحيرة السابق ربيع جمعة. وبعد كلمة لرئيس بلدية بعلول محمد محي الدين أعلن فيها الالتزام بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تحدث أحمد الحريري داعيا الجميع إلى المشاركة الكثيفة في الاقتراع خصوصا المغتربين. حسب الله وعوانه إذا انتصر هذا المشروع لا سمح الله في عنا مشكلة على البلد بموضوع العقوبات اللي بدها تصير علينا، عشان هيك بدها وعي السياسي اللي متبع الشيخ سعد اليوم بهالجولات اللي عم بقوم فيها. هيدا بده دعم لهذا المشروع ليكفي بهذه الخطوات، لأنه إذا انتصر المشروع الآخر أو طل براسه مرة أخرى شو بصير؟ كل هذه المؤتمرات بتروح على البحر، بصير عندك ظهران واحد ظهران اثنين ظهران ثلاثة.
ومن بعلول انتقل أحمد الحريري إلى القرعون حيث استقبل بحفاوة بعدما زار مسؤول دائرة تيار المستقبل حيدر كرام الدين وإمام البلدة الشيخ منير رقية، ثم أقيم في ساحة القرعون احتفال شعبي ألقيت فيه كلمات أثنت على اختيار ابن البلدة محمد القرعاوي على لائحة تيار المستقبل. عود الناس الأوفياء يلي بحبوا السماء الزرقاء. نحن راسلنا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اللي هي كان عندها برنامج لترميم المدارس، وافقت معنا على تقديم منحة بنصف مليون دولار لمدرسة القرعون. نحن على العهد والمسيرة مع الشيخ سعد الدين الحريري. وبعد القرعون قام أحمد الحريري بزيارات وواجبات اجتماعية في بلدات مجد البلهيص وتل ثنوب والمرج قبل أن يلبي دعوة المغترب ورجل الأعمال إبراهيم سلوم إلى لقاء جامع في دارته في مكسي. وخلال اللقاء ألقيت كلمات بينها كلمة لسلوم الذي أكد أن الرئيس سعد الحريري بصدد تأمين مخطط اقتصادي شامل للبقاع. أيها الضيف الكريم، لا أقول والله إن الشعب وفي، نحن ناس ما منخاف إلا من ربنا سبحانه وتعالى. ما في شيء بخوفنا. رئيس الشهيد رفيع الحريري بصدره العالي تحدى حافظ وبشار الأسد وكل منظومتهم، بصدره العالي تحديهم بفكره بعقله بمشروعه، تحديهم وقرر يروح بهيدا التحدي للآخر، يروح بهيدا التحدي ليقدم دمه فدا الوطن ويحرر لبنان من طغيان عنجر وغير عنجر وضباط عنجر وقرف عنجر. الحريري أشاد بالمفتي الميس الذي يعلمنا الإسلام الصحيح الذي لا نسمح لأحد بتشويهه. أعلن رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي لائحته الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، وأكد عدم القبول بأن تكون بيروت صندوق شكاوى بل أن تستعيد حقوقها. أطلق رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي لائحته الانتخابية عن دائرة بيروت الثانية تحت عنوان لبنان حرزان. اللائحة غير مكتملة وتضم 9 مرشحين توزعوا على المقاعد التالية: عصام برغوت وسعد الدين خالد ومعروف عيتاني وعبد القادر كريدي ورنا شميطلي عن المقاعد السنية ويوسف محمد بيضون عن المقعد الشيعي وخليل برمان عن المقعد الأرثوذكسي، فيما ترشح عن المقعد الدرزي زينة منذر وعن المقعد الإنجيلي نديم قصة. مخزومي عرض لبرنامج اللائحة الذي طالب فيه بإنصاف أهل بيروت في الوظائف العامة والتقديمات الصحية والتربوية والبيئية والمياه والكهرباء والجامعة الوطنية. مثل ما لبنان حرزان نشيله من وضعه ونرد أحلى من مكان، بيروت تستاهل ترجع مثل ما حبيناها، وقعنا عقد مع أهل بيروت الثاني ومن خلاله مع الشعب اللبناني. كل بند فيه بيتضمن نص عملي سهل التنفيذ بغياب الإهمال وبجود الإرادة الطيبة. نعم نحن مرشحين لنشتغل وننجح ونكون صادقين مع ناسنا مع أهلنا مع أولادنا، هولي كلهم بنظرنا مش رعاية ولا زلم ولا أتباع، انتوا بعيوننا رب العمل يلي هتخلونا نوصل. وبعد عرض فيلم وثائقي للحملة الانتخابية للائحة، عرض المرشحون نقاطا في برامجهم ودعوا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع في 6 أيار. مواقف وحملات انتخابية في مختلف المناطق في هذا التقرير. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه إعلاميين في المصيلح أن ليس لديه أعداء في لبنان بل خلافات سياسية، والعدو الوحيد هو إسرائيل. وأضاف بري أن تحالفنا ليس ثنائيا شيعيا بل أمل ووفاء، داعيا أبناء الجنوب والبقاع إلى الاقتراع بكثافة.
وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال زيارته دارة الزهران في دوحة عرمون الانتخابات النيابية المقبلة بأنها بسيطة في التصويت وصعبة في احتساب النتائج، والصوت التفضيلي أساسي فيها. المشنوق وخلال فطور مع سيدات من خلد وعرمون وبيروت أكد أن البيارتة لن يسلم قرار العاصمة. هذه مدينة بيروت عزيزة علينا كلنا، وهي عاصمتنا، وهي اللي بتاخد القرار كله بالبلد. إذا بدنا نسلم البلد ونسلم العاصمة قرارها لخصومنا وأعدائنا، ما بيعود الحق على غيرنا، بصير الحق علينا. وانتو ما بتعملوا أبدا يكون الحق عليكم، لا بالعاصمة ولا بأي محل. قبل أيام معدودة عن انتهاء مهلة الرجوع عن الترشح للانتخابات النيابية، أعلن النائب السابق مصطفى هاشم من دارته في بدنين عزوفه عن الترشح للانتخابات. دعا مرشح تيار المستقبل في عكار طارق المرعبي خلال احتفال جماهيري أقيم بدعوة من أهالي برقايل للتصويت بكثافة للائحة الاعتدال وبناء الدولة لإكمال مسيرة النهوض والإنماء في المنطقة. بدنا نحاول نشتغل على البرنامج اللي أسسه دولة الرئيس شيخ سعد، خاصة نحكي عن مطار الإعاد. أكد مرشح تيار المستقبل في الضني سامي فتفت خلال لقاء جماهيري أقامه لنساء الضني على العمل الدؤوب لتحقيق مطالب أهالي المنطقة. دولة الرئيس سعد الحريري رشح النساء على لوائح التيار مش لتسكير أي كوتا ولا لإرضاء أي شريحة من المجتمع، رشح النساء إيمانا منه بدور المرأة. أكد المرشح عن المقعد السني في دائرة حصبية مرجعيون عماد الخطيب خلال إطلاق ماراثون حرمون على أهمية النشاطات الرياضية في دعم السياحة البيئية. في التحركات الانتخابية التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم الشهيب، وجرى البحث في التحضيرات التقنية وجهوزية الماكينة الانتخابية في الحزبين لخوض الاستحقاق المقبل. من المتوقع أن تشهد دائرة عكار معركة انتخابية، لاسيما وأن بعض القوى سوف تسعى لتأمين الحاصل الانتخابي. وكان تيار المستقبل قد سمى 6 مرشحين فيما يجري التفاوض على المقعد 7. التقرير لربيع الشنطف. محافظة عكار وفق القانون الجديد تشكل دائرة انتخابية منفصلة وتتضمن 7 مقاعد موزعة على الشكل التالي: 3 سنة، 2 روم أرثوذكس، 1 موارنة، و1 علوي. أما عدد الناخبين الإجمالي فهو 276,938، ووفق التوقعات فإن الحاصل الانتخابي يتأرجح ما بين 21,280 و25,300، ويبقى ذلك طبعا وفقا لعدد المقترعين في 6 أيار. الناخبون يتوزعون وفق مذاهبهم كما يلي: سنة 186,920، علوي 13,765، شيعة 2,911، روم أرثوذكس 40,606، موارنة 30,208، روم كاثوليك 1,710، ومختلف مسيحي 818. وبالنسبة للتحالفات، الأوراق في عكار اختلطت. تيار المستقبل رشح 6 أشخاص، وهو يفاوض على المقعد الأرثوذكسي 2، وفي حال فشلت المفاوضات مع الأحزاب الأخرى سيرشح على المقعد 7. فيما أعلن كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مرشحين لهم ويتفاوضون أيضا. أما الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الظاهر، وبعد الخلاف بينهما فقد أعلن كل منهما عن تشكيل لائحة، ويبقى أن هنالك لائحة لقوى 8 آذار برئاسة النائب وجيه البعريني أو النائب السابق طبعا. هذه الدائرة وككل الدوائر تقريبا تشهد معركة انتخابية، وكل طرف ضعيف يسعى لتأمين الحاصل. بعد قيام تحالف أمل حزب الله بتنظيم حفل للإعلان عن لائحة مال انتخابية من قلعة بعلبك، أكدت وزارة الثقافة أنها لم تتلقى أي طلب من أي طرف لاستعمال هذا الموقع التاريخي المميز، ولم يصدر عنها أي إذن في هذا الشأن. وتمنت الوزارة على جميع القوى السياسية عدم استعمال أي من المعالم التاريخية أو الأثرية، وتمنت عليهم تحييدها عن النشاطات السياسية والحزبية.
اعتكف قضاة لبنان عن العمل اليوم في تحرك يأتي للتذكير بمطالبهم التي برزت بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب العام الماضي. هذا التحرك قابله مجلس القضاء الأعلى بنفي أن يكون القضاة قد اعتكفوا بناء على دعوة منه، معولا في تحقيق مطالبهم على الرؤساء الثلاثة. من جديد عادت إلى الواجهة مطالب القضاة، هذه المرة تأكيد على امتعاضهم من تجاهل هذه المطالب وتعويل على حكمة الرؤساء الثلاثة. وفي هذا الإطار ذكر مجلس القضاء الأعلى بالقضية موضحا في بيان صادر عنه أنه باشر عقد لقاءات مع قضاة المحافظات كافة، وقد اجتمع مع قضاة محافظتي بيروت والبقاع والقضاة الملحقين بوزارة العدل والقضاة المدنيين الملحقين بالمحكمة العسكرية، وأظهر تداوله معهم حجم الامتعاض من عدم تجاوب السلطة السياسية مع مطالب السلطة القضائية، وهي المطالب التي ترمي إلى تأمين الحد الأدنى من الضمانات المعنوية والمادية التي تكفل انصراف القاضي إلى أداء دوره محررا من أي هاجس يشغله ويعكر حسن أدائه لمهامه. وإذا أكد أن الامتعاض يجد ما يبرره، أعلن المجلس إصراره على أن يتم تحقيق جميع مطالب السلطة القضائية وأنه منصرف بكليته لإجراء المتابعات اللازمة. وهو في معرض درسه للخيارات المتاحة وجد أن الاعتكاف حاضرا في خضم السنة القضائية وفي ضوء الظروف الراهنة سوف يلحق الضرر بالمواطن ولن يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة على مستوى تحقيق المطالب، وأن التعويل هو على حكمة رئيس الجمهورية وإرادته المتجهة إلى تحصين القضاء وتعزيز استقلاليته، ومعه في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينتظر أن تتضافر جهودهم وأن تثمر في القريب العاجل مبادرة تشعر القضاة بأن مطالبهم المحقة تلقى آذانا صاغية ورغبة في الاستجابة لها. وتتابعون بعد الفاصل. إجرام الأسد وروسيا متواصل في الغوطة، وعباس يحمل حماس مسؤولية تفجير موكب حمد الله. أهلا بكم من جديد إلى المسائية. في اليوم الثاني على سقوط عفرين هدد الرئيس التركي بتوسيع عملياته إلى منبج والقامشلي، والخارجية الأمريكية أبدت قلقها من هذا الأمر. بعد التحذيرات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد تركيا في أعقاب سيطرتها على عفرين، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات التركية والجيش الحر في انفجار عنيف نجم عن عبوة ناسفة زرعتها الوحدات الكردية قبل انسحابها. وبعد الأنباء عن حصول سرقات واعتداءات على سكان عفرين، طالبت هيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر الفصائل المشاركة في عملية غصن الزيتون بتأمين الحماية اللازمة للمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم والمنشآت والدوائر والممتلكات العامة وعدم العبث بها، مؤكدة أنه ستتم محاسبة كل من تورط في عمليات السرقة التي أعقبت السيطرة على مركز مدينة عفرين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن قواته لن تتوقف عند عفرين شمال سوريا، بل ستكمل عملياتها لطرد المسلحين الأكراد على طول الحدود مع بلاده. وقال أردوغان أن العمليات ستستمر حتى تطهير منبج والقامشلي وعين العرب ورأس العين من الإرهابيين تماما، وطالب الحكومة العراقية بتطهير شمال العراق من المسلحين الأكراد منعا لدخول قواته إلى هناك. في المقابل عبرت حكومة أقليم كردستان عن حزنها العميق للأحداث التي حصلت في المدينة، وأعلنت سليمانية وحلبجة في أقليم كردستان الحداد لثلاثة أيام، كما أعلنت إلغاء الاحتفالات بأعياد النوروز. الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها من التقارير الواردة من عفرين، مراجحة أن يكون سكان المدينة أجبروا على مغادرتها تحت تهديد القوات التركية. ودعت الخارجية الأمريكية تركيا وروسيا والنظام السوري إلى السماح للمنظمات الإنسانية للدخول إلى مناطق سيطرتها. واصل نظام الأسد وحليفه الروسي قصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. لجنة المفاوضات في حرستا توصلت لاتفاق مبدئي مع النظام السوري. عاوة
أعادت طائرات ومدفعية الأسد قصفها المدنيين في الغوطة الشرقية مجددا بعد توقف لساعات منذ أشهر، حيث تعرضت مدن وبلدات الغوطة خصوصا عربين وعين ترمى لقصف عنيف أدى إلى سقوط قتلى. كما استأنفت طائرات نظام الأسد وروسيا القصف على دوما بعد أيام من التهدئة، منفذة نحو 20 غارة جوية وحاصدة عشرات القتلى والجرحى بالتزامن مع قصف صاروخي عنيف. جيش الإسلام بث صورا ومقطعا مصورا وثق تدمير عدد من دبابات ومدرعات ميليشيات الأسد في أثناء محاولتها اقتحام جبهة الريحان في الغوطة الشرقية. إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة المفاوضات في حرستا بريف دمشق توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النظام السوري يقضي بإخراج مقاتلي حركة أحرار الشام مع عائلاتهم إلى الشمال السوري. وسط هذه الأجواء اتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الأسد باستعمال صواريخ محظورة دوليا كالنابالم والعنقودي والكيماوي في قصف الغوطة وفقا للمنظمة. كما طالبت هيومان رايتس ووتش بنشر مراقبين دوليين في المنطقة في حال عرقلت روسيا أي قرار بشأن وقف الإعدامات الميدانية الانتقامية من قبل جنود الأسد بحق أهالي الغوطة. إنسانيا تواصل نزوح الأهالي، ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من 6000 شخص غادروا الغوطة منذ ساعات الصباح الأولى. وإلى الشمال عاد دير الزور إلى الواجهة مجددا بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مواقع قوات الأسد والميليشيات المساندة له على أطراف قرية الحمدان التابعة لمدينة البوكمال. سيطر في خلاله على المحطة الثانية إحدى المنشآت النفطية الرئيسة والمعروفة باسم محطة الكم، الأمر الذي أجبر النظام على إرسال تعزيزات إلى المنطقة. في هذا الوقت تردد الحديث عن ضربة عسكرية أمريكية للنظام السوري في أكثر من مكان، في وقت حذرت روسيا وأعلنت استعدادها لرفع عديد قواتها هناك، وكذلك جرت مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية حاكت حربا شاملة. في ظل الحديث المتزايد عن تحضيرات أمريكية لشن ضربات في سوريا، أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف إلى أن موسكو قد تدفع بالمزيد من قواتها إلى سوريا في حال اكتسبت تحركات واشنطن وتيرة جديدة أو وصلت لمستويات حرجة، آملا في الوقت عينه إلى عدم وصول الأمر إلى هذه الدرجة. وتستند التصريحات الروسية إلى معلومات استخباراتية والتحذير المتكرر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضرب النظام السوري في حال ثبت استخدامه للأسلحة الكيماوية. وما يرفع من رصيد هذه التوقعات المناورة العسكرية المشتركة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأمريكي تحت اسم الكوبرا جونيبر، وتحاكي حربا شاملة على الجبهة الشمالية الممتدة على طول الحدود مع لبنان وخط وقف إطلاق النار مع سوريا، وتستهدف تحجيم النفوذ الإيراني. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة هارتس عن ضابط إسرائيلي أن التدريب أخذ في الحسبان الوجود الروسي وعدم الإضرار بمصالح موسكو. وقالت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي درس تداعيات مختلفة للوجود الروسي في سوريا، مضيفا أنه تدربنا على كل ما يمكن أن يتم عبر التنسيق مع الروس وأيضا ما يمكن أن يكون بمعزل عنهم. وبحسب الصحيفة فقد شارك في المناورة جميع القيادات العليا في الجيش بالإضافة إلى الوحدات التي ستشارك في القتال ضد حزب الله والتي ستنتشر لاحقا على جبهات أخرى. وشملت سيناريوهات الحرب التي تدرب عليها جيش الاحتلال بحسب الصحيفة مقتل مئات الإسرائيليين وحدوث اختراقات للمدن المحتلة وكذلك الهجمات الإلكترونية. توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن للقاء رئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أشار إلى أن ابن سلمان سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين على مدى أسبوعين ملفات عدة أبرزها مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة وقطر واليمن وسوريا والعراق وليبيا ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن الاتفاق النووي لم يعالج سلوك طهران ولم يمنعها من امتلاك قنبلة نووية، كما ستتناول المحادثات تحريك العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات في غزة، لافتا إلى أنه لو نجحت عملية الاغتيال لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت إلى قيام حرب أهلية فلسطينية. كما طالب عباس بأن تتولى الحكومة الفلسطينية الأمن الكامل في قطاع غزة وفقا للاتفاق المعلن مع حماس.
وبصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني. شو؟ وتحملت ما تحملت في سبيل إعادة الوحدة واللحمة للوطن، ووجهت بالرفض والإصرار من قبل حركة حماس وسلطتها غير الشرعية، فأنني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني، واثقا من أن أبناء شعبنا في قطاع غزة سيكونون كما كانوا دائما مع القرار الوطني والمصلحة الوطنية العليا. بعد الفاصل نعود إلى أخبارنا المحلية وفيها: لجنة المال أنجزت موازنة وزارة الداخلية، ولبنان ثاني دولة عربية تتبنى مفهوم النضج. في بيان صادر عنها، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التنبه من مرض الحصبة الذي يتفشى بين الأطفال عبر الملقحين في عدد من المناطق اللبنانية ومنها أقضية بعبدة وزحلي والشمال، وحثت الوزارة الأهالي على تلقيح أطفالهم خصوصا أنها تؤمن اللقاحات مجانا في جميع المراكز الصحية والمستوصفات على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنها باشرت باتخاذ التدابير اللازمة في المناطق التي تظهر فيها حالات الحصبة، حيث تقوم بحملات تلقيح مكثفة ضد الحصبة وضد الحصبة الألمانية وأبو كعب أيضا. في السراي الحكومي سلسلة لقاءات اقتصادية ومالية لرئيس الحكومة سعد الحريري. بحث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع رئيس جمعية المصارف جوزيف طرباي وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح نتائج المؤتمرات الدولية المتعلقة بلبنان، كذلك الموضوع المالي والضريبي لا سيما مشروع قانون موازنة العام 2018 والتخفيض الذي طال إرقامه. طرباي أشار إلى أن الوفد وجه للرئيس الحريري دعوة كاتحاد مصارف عربية للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي العربي الذي سيعقده الاتحاد في باريس برعاية الرئيس الفرنسي. الرئيس الحريري التقى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي أشار إلى أنه تم عرض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر سادر وأهمية نتائجه، وأضاف: الوضع النقدي حمى البلاد لفترة طويلة ولا يزال، ولا بد من زيادة حجم الاقتصاد وهذه الخطوة أساسية. وقال ردا على سؤال: هناك رضا من بيوت المال الدولية ووكالات التصنيف على ما يقوم به مصرف لبنان. الرئيس الحريري التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتطوير برئاسة سوما شاكربرتي. عقدنا اجتماعا ممتازا في نهاية الزيارة الأولى للبنان، وقد كانت بداية مشجعة جدا. ناقشنا في خلالها مشاريع القطاع المصرفي التي وقعناها يوم الخميس الماضي، كما أننا نتطلع إلى التعاون بشكل قوي في مجالات خط أنابيب والقطاع المصرفي والطاقة المتجددة، وكذلك في مجال البنية التحتية، خاصة في ظل قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. هنالك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. نريد افتتاح مكتب خاص لنا وتعيين فريق عمل في الأسابيع القليلة المقبلة، ونتطلع إلى مؤتمر باريس في 6 نيسان حيث سيتم تقديم خطة استثمار رأس المال، وسنقوم بدعم قوي من جهتنا. واستقبل الرئيس الحريري رئيس الجمعية اللبنانية لترخيص الامتياز يحيى قصعة الذي طلب رعاية الحريري لمؤتمر بفاكس الذي سيعقد في نيسان المقبل في مركز سيسايد. كذلك التقى الرئيس الحريري رئيس الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس نقولة غلام على رأس وفد من الرابطة، الذي هنأ الحريري على الإنجازات التي حققها بكافة المستويات والتعاون القائم بين القيادات والرؤساء مما خلق جوا إيجابيا وأنقذ لبنان. قضائيا، أوقف قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدة المقرصن إلي غبش في قضية تلفيق تهمة العمالة لإسحاق دغيم، وذلك بعدما اعترف غبش بكل ما نسب إليه. في مجلس النواب أنجزت لجنة المال والموازنة بحث موازنة وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها. أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن تخفيض موازنة الوزارات الذي أقرته الحكومة التزمت به اللجنة التي أنجزت في اجتماعها موازنة وزارة الداخلية والمؤسسات والإدارات التابعة لها، وباشرت بمناقشة موازنة وزارة المالية. وقد أوضح كنعان أنه بالنسبة لمستحقات المتقاعدين فقد تم الاتفاق عن ألا تراجع عن أي زيادات أقرت لهم في موازنة العام 2017. موازنة
موازنة وزارة الداخلية والبلديات وموازنة وزارة المالية مع المؤسسات والإدارات التابعة لهم. عم نحكي محافظات، عم نحكي كل المؤسسات، عم نحكي يا نصيب وطني، الدين العام إلى آخره. تناقشت بشكل كتير دقيق خاصة بحضور وبانضمام وزير المالية إلى الاجتماع بأثناء مناقشة موازنة وزارة المال. وفي لجنة الإدارة والعدل تم إقرار إعطاء هيئة التفتيش المركزي حق المراقبة. حددنا واجبات المفتشين العامين والمفتشين بدقة، كما حددنا لهم مهل لإنهاء الملفات والتحقيقات التي يتولونها. مش واحد بياخد ملف بحطه بالجرار. ألزمنا الإدارات إبلاغ التفتيش مواعيد تنفيذ المشاريع الإنشائية ليتمكن التفتيش من مواكبة تنفيذ الأشغال منذ بدايتها. وشدد غانم على أن الهدف من القرارات المتخذة هو أن تصبح إدارة المناقصات هيئة مستقلة إداريا وماليا. مطلبيا اعتصام للأساتذة المتعاقدين في الجامعات اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. مجددا لجأ الأساتذة إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، فعند مدخل الجامعة اللبنانية في الحدث نفذ الأساتذة المتعاقدون في كليات الفرع الأول اعتصاما طالبوا خلاله بإنصافهم عبر إقرار ملف التفرغ. إيجاد صيغة مع المعنيين وأصحاب القرار من أجل إقرار ملف التفرغ نظرا لما يحتويه من معايير قانونية وأكاديمية بحتة، وهو حاجة ملحة للجامعة اللبنانية. ثانيا، إيجاد مخرج قانوني لما يسمى عقود المصالحة والتي تشكل مخالفة قانونية واضحة. ثالثا، إنصاف من أمضى قسطا كبيرا من عمره في التحصيل العلمي ليعود ويخصص القسط الباقي من حياته في رسالة التعليم. وبعد الاعتصام عقد الأساتذة جمعية عمومية لدراسة الخطوات اللاحقة، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية حتى تحقيق مطلبهم. جددت قيادة قوات اليونيفيل الالتزام بتعزيز السلام في جنوب لبنان، وذلك خلال إحياء الذكرى 40 لتأسيسها وانتشارها في الجنوب. لمناسبة الذكرى 40 لتأسيسها أقامت قوات اليونيفيل احتفالا في مقر قيادتها في الناقورة، حضره قادة عسكريون دوليون ولبنانيون. قائد قوات اليونيفيل الجنرال مايكل بيري أكد أن رؤية اليونيفيل ترتكز على الحفاظ على السلام وحماية المدنيين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وخلال الاحتفال قلد بيري عددا من الضباط في المقر العام أوسمة السلام، ووضع إكليلا من الزهر عند النصف التذكاري لضحايا اليونيفيل. وتجسيدا لهذه الذكرى نظمت اليونيفيل معرضا للصور الفوتوغرافية ضم قرابة 40 صورة شكلت لوحات للجغرافيا والتاريخ والعادات والتقاليد والحرب والتهجير والانتشار الجنود جنوب الليطاني وصولا إلى الخط الأزرق وتحديد العلامات الفاصلة بين الحدود. المتحدث باسم القوات الدولية أندريا تينانتي أشار إلى أن المعرض يحاكي الواقع الميداني لانتشار القوات الدولية بدءا من العام 1978. إن الصور المعروضة تعبر عن واقع الحياة في منطقة عملياتنا ومدى تفاعل جنودنا مع الأهالي وتفاعل الأهالي معنا. يستمر المعرض لأربعة أيام ويشارك فيه إلى جانب القوات الدولية مصورون وإعلاميون لبنانيون. لبنان ثاني بلد عربي يتبنى مفهوم النضج أو ما يعرف بالتوجيه السلوكي لاتخاذ القرار الصائب والصحيح. التقرير لباسل الخطيب. لم ينجح التراجع الاقتصادي من منع لبنان بتبني آخر المفاهيم الاقتصادية المتطورة لإفادة الاقتصاد، حيث بات البلد الثاني في المنطقة الذي يبدأ باتباع مفهوم النضج أو التوجيه السلوكي. فالنضج هو مفهوم مبني على فكرة بسيطة، هي أننا كبشر غير عقلانيين ويمكن أن نتخذ قرارات غير صائبة بحق ذاتنا، وبالتالي هناك عمليات صغيرة غير مكلفة ولا تحد من خيارات البشر، ولكن تؤدي إلى توجيه المستهلك باتجاه القرار الصائب والصحيح. مؤسس نضج لبنان دكتور فادي مكي يكشف للمستقبل عن المرة الأولى التي استخدمت فيها كلمة نضج بالمعنى العلمي، وكانت في الكتاب الذي ألفه الأستاذان الجامعيان ريتشارد تايلر الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد وكاسان ستين، ومن ثم راجت الفكرة ليكون أول من تبناها وأنشأ وحدة خاصة بها هو رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون. ثلاثة كثير من الدول الرئيس أوباما أنشأ وحدته الخاصة
بالبيت الأبيض للتوجيه السلوكي. كثير من الدول حالياً عم تتجه لأنه تعمل هالوحدات. ممكن تكون عمليات صغيرة مثل رسائل مدخل فيها معتبرات اعتبارات اجتماعية، ممكن تكون وضع تلقائي. وبين الترغيب والترهيب في اتخاذ القرار أو دفع فواتير ورسوم، تأتي النضج بطريقة ثالثة تجمع مفاهيم الاقتصاد ومفاهيم علم النفس وتحيزات الناس لتوجه بالاتجاه الصحيح. المفاهيم الاجتماعية عندها أثر علينا وممكن ندخلها لتحسين كثير من السياسات. إذا بدك الناس ترشد تكون عم تستعمل ترشيد باستعمال الطاقة، واحدة من الطرق تغليل التعرفة، واحدة من الطرق الثانية تكافئهم كل مرة يمكن بسكروا حنفية المي أو 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 بوقفوا الكهرباء. النضج قد تكون طريقة ثالثة عبر مثلا إخبار المستهلك قديش فاتورته مقارنة مع الجيران. وتعتبر نضج لبنان مؤسسة غير ربحية عمرها سنة من وحدات الترغيب التي تعمل على دولة القانون والالتزام من جهة، ومن جهة ثانية مسائل اقتصادية واجتماعية. وهناك وزارات في لبنان رحبت بالتعاون معها وتطبق اختباراتها ورؤيتها. ونصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع شركة زين السعودية يلي أعلنت عن توقيع اتفاقية تمويل تجاري عوضا عن التمويل الحالي ب 2.25 مليار ريال سعودي. هالاتفاقية تم توقيعها مع بنك الصين الصناعي والتجاري كجزء من إعادة هيكلة القروض يلي أجرتها زين. وننتقل إلى الصين، حيث كشفت مجموعة علي بابا عن استثمار 2 مليار دولار بشركة التجارة الإلكترونية لازادا بجنوب شرق آسيا. ووفقا لبيان علي بابا، هالاستثمار بمثل عامل رئيسي باستراتيجية نمو المجموعة العالمية، كما بيبرز ثقتها بنجاح أنشطة لازادا يلي بتسعى للفوز بحصة أكبر من سوق التسوق على الإنترنت. ومننهي من مصر، حيث أشار وزير المالية إلى أن الحكومة بتستهدف طرح حصص بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 بهدف جمع 12-15 مليار جنيه. تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية سبق وأعلنت بكانون الثاني من العام 2016 عن خطة الدولة لطرح حصص بالشركات والمصارف الحكومية بالبورصة. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كريستال. بونسوار. كتل هوائية دافعة بتسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهالشيء عم بيؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة تتوصل أعلى من معدلاتها الموسمية. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 30، 28 بتونس، 14 درجة بالرباط، 27 ببغداد وبدمشق، 22 درجة بالقدس، والختام عم بيكون مع الكويت والدوحة 28، أما رياض 34 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكرة جو العام عم بيكون بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، تتوصل أقصى الحرارة على الساحل لل 21 درجة، أما أدناها لل 14 درجة. بالنسبة للرطوبة عم تسجل أقصاها 50%، أما سرعة الرياح بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح من 9 و 18 درجة، أما بالداخل عم تسجل أقصاها 21 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكتر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من الشمال مع عكار 21، 20 بطرابلس، 15 بالقرس، 22 درجة بالكورة، 23 بالهرمل، 21 بالقاع وببعلبك، 20 درجة برياء، منكمل عشبال 19 بميروبة، 20 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 20 درجة، وطقسها عم بيكون بين قليل الغيوم إلى غائم جزئياً. زحلة 20 درجة، شتورة 21، عنجر 22، مشغرة 21 درجة، 21 كمان بجزين، 18 برشية، 21 درجة بمرجعيون وببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 18، والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 21 درجة.
مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع غبار خاصة بفترة الصباح، وبيكون في عنا انخفاض بسيط بدرجات الحرارة تتوصل حرارة لمعدلات الموسمية. أما لبكرة الحرارة بتوصل أقصاها للعشرين درجة أما أدنيها للأربعتاشر درجة. بالنسبة لنهار الأربعاء والخميس بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة تترجع تسجل أعلى من معدلات الموسمية وتوصل نهار الأربعاء لاثنين وعشرين درجة. أما بالنسبة لنهار الخميس عم تتراوح بين 22 وال 24 درجة. عم يكون في عنا ضباب على المرتفعات، أما بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين 3 وال 15 درجة. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكن بكرة. في ختام المسائية هذا تذكير بعناوين. And that we are on the right track. الحريري: هناك إجماع لبناني على الحاجة إلى التكيف المالي ونحمل إلى مؤتمر صادر رؤية شاملة للاستقرار. صوتوا لتيار المستقبل، يبقى الصوت السني المعتدل. الاستعدادات الانتخابية على نار حامية، المشنوق يعلن من بعبدة أن 70% من تحضيراتها قد أنجزت. أردوغان يتوعد الوحدات الكردية بعد انفجار عفرين، الخارجية الأمريكية تبدي قلقها مما يجري في المدينة. شكرا على المتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء. رفيق الحريري عمل بلد بدمه، مش كتير علينا نحميه بأصواتنا. ما في حدا انظلم من بلد أهلي.